دكتور زياد، كل سنة وانت طيب يا دكتور زياد. هابي 30، رقم كبير انا عارف، بس قدها وقدود ان شاء الله. وانا جيت بالمناسبة السعيدة دي اقول لك كل سنة وانت طيب من احلى مكان بتحبه في حياتك كلها، طبعا كلية الطب اهي. نبص بصة، كل سنة وانت طيب يا زوز. ماشي زيزو، كل سنة وانت طيب وألف مبروك. يعني بقالي كتير جدا مش شفتكش، بس بس الدكتور زياد فتحي مش جاي معايا سكة الصراحة خالص، لأن تاريخي كله معايا مدرسة بقى وكورة ومعمورة فكمالاش نقول كلام أكتر من كده. مبروك وربنا يعينها عليك وكل سنة وانت طيب. خد واحدة للفيو بقى، واحدة للفيو، واحدة واحدة عشان الفرح. من قلب طابة والسعودية هناك يعني، وكاسل بلاك اهو. كابتن زياد فتحي، ذكرياتي معاه طبعا هو كان سباق في كل حاجة. هو احنا عندنا 12 سنة، بغض النظر طبعا هو كان بيعدي عليها بالعربية عشان نروح التمرين، بس كمان كان واحنا رايحين بنبيع موبايلات في السكه، واحنا عندنا اطفال عندها 12 سنه. دي طبعا من الحاجات اللي اتعلمتها على ايد الدكتور. الموقف التاني هو طبعا ماتش الترام الكابتن زياد فتحي اتطرد فيه. كنت اول مره اشوف الانسان بقى زياد فتحي وهو قاعد بيعيط كده عشان مش هيلعب ماتش الفاينل، فدي كانت لحظه برضه مؤثره. دكتور عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. أول حاجة تيجي في دماغ زياد لما كنا بنلعب مش فاكر مين في قبل نهائي الكاس في نادي الاتحاد، وانت رحت وتعبت انت وفرهدت، رحت طارد نفسك واحنا كسبانين 1-0 ولا متعدين 0-0، بس مجرد انت تعبت وعايز تتعلق وخلاص. بس سبحان الله طلعت انت من هنا ببركه نزلت علينا من هنا وكسبنا. يلا كل سنه وانت طيب يا دكتور، وعقبال 100 سنه. كل سنه وانت طيب يا احلى وارق مهاجم انجبته نادي سبورتنج، زميلك عبد الرحمن حسين، واحد التراخيص ابيس من امام الحاسب الالي. شكرا. زازو هابي بيرثدي يا دكتور. طبعا احنا عندنا هنا الميموريز، لو قعدت اتكلم على الميموريز محتاج فيديو 3 ساعات. حبيبي يا دكتور وكل سنة وانت طيب وهابي باتشلر، وانت عارف بقى ايه، ربنا سهل يا دكتور وتلاقيني موجود. كل سنة وانت طيب يا زوز، وان شاء الله الهدية تعجبك. سلام يا حاج. اسمحوا لي اتكلم على ظاهرة كروية قلما تقرر في العالم اجمع، الا وهي اللاعب زياد فتحي نجم نادي سبورتنج من مواليد 86. اللاعب ده كان هداف الفريق وياما حقق لنا بطولات وانجازات، انما على الجانب الاخر برضك ياما كسر لنا كشافات نادي سبورتنج، وياما كان بيعمل كلاوزات ملهاش لازمة، وياما قلت له بطل كورة يا ابني احسن لك واتجه للدراسة. وبصراحة هو عمل بنصيحتي وبطل كورة واتجه للدراسة، وبعدين اليومين الجايين دول سمعت انه جوازه، فبقول له ربنا يتمم لك على خير وتكون حياة سعيدة عليك، وان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي.